الجزء الثاني برضو يمكن سعادتك اشرت عليه في المقدمه، وهو ان احنا النهارده ما فيش قدامنا حل غير ان احنا نبدا نستنبط اصناف جديده تزيد لي الانتاجيه، وفي نفس الوقت تكون مقاومه للملوحه في بعض الاراضي اللي فيها ملوحه، تكون يعني متحمله لدرجات الحراره العاليه نتيجه التغيرات المناخيه وتاثيرها على الزراعه. فاحنا بنسعى بدايه الى ان احنا نشوف المشاكل اللي بتواجه الفلاح عشان نقدر نوفر له كل المستلزمات بتاعته. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وهو التعاونات الزراعيه. التعاونات الزراعيه الحقيقه يعني دورها تقلص بصوره كبيره. احنا خلال زياراتنا لكل دول العالم بنشوف ان التعاونات الزراعيه القاطره اللي بتجر عجله الزراعه. على سبيل المثال مثلا يعني هنقول مجموعه من الدول الاوروبيه، وفي بعض الدول العربيه زي المغرب ممكن تكون سبقتنا في القطاع ده. في تفعيل جيد جدا للتعاونات الزراعيه بحيث ان هي تقوم بحل كل المشكلات اللي بتواجه الفلاح من اجل ان يقوم الفلاح بالتركيز في العمليه الزراعيه. حلو. بحيث ان هو يزود انتاجيته، يحسن مواصفات المنتج بتاعه، لان انا عندي مستهدفين. انا عندي مستهدف الاستهلاك الداخلي، وعندي مستهدف كمان زياده الصادرات الزراعيه من اجل جلب العمله الصعبه. والحمد لله يمكن الملف ده اخذنا فيه خطوات كبيره، ويمكن السنه اللي فاتت أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع حجم الحاصلات الزراعية ووصل ل 6.5 مليون طن بما يوازي 3.3 مليار دولار. ده الصادرات الفريش، بالإضافة للصادرات اللي هي موجودة في الصناعات الغذائية تقريبا نفس الرقم. وبالتالي الزراعة بتضخ دلوقتي في الاقتصاد القومي ما يوازي 7 مليار دولار صادرات زراعية سواء فريش أو مصنع. احنا النهاردة يعني مع الحكومة في موضوعين بنشتغل فيهم. موضوع تعديل قانون الزراعة، لان قانون الزراعة ده اللي هو 53 لسنة 66 صدر من اكتر من حاجة و50 سنة، وبالتالي في متغيرات كتير جدا لابد ان يتم تحديث القانون بما يتوافق مع هذه المتغيرات. الجزئية الثانية برضو بنعقف حاليا بالتعاون مع الحكومة ان احنا نعدل قانون التعاونات الزراعية، بحيث ان انا ارجع لان الجمعيه الزراعيه تبقى بيت الفلاح، الفلاح يروح الجمعيه الزراعيه يلاقي كل المستلزمات بتاعته من بذور، من اسمده، من مبيدات، من توفير الميكنه الزراعيه، وفي النهايه تسويق المنتج بتاعه. حلو جدا جدا جدا. وبالتالي ابقى انا فرغت المزارع للعمليه الزراعيه نفسها اللي تتركز في تحسين العمليه الزراعيه بحيث ان انا اوصل لاعلى انتاجيه والافضل مواصفات. طيب انا هستأذن فندم ان احنا هنروح لفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل على مسألة الرؤى المختلفة اللي ممكن تبقى مطروحة على مائدة الحوار الوطني وتحديدا في لجنة الزراعة والامن الغذائي، واللي هي مش بس متعلقة بالزراعة نفسها، ولكن كمان احنا عندنا نواحي الامن الغذائي المختلفة، توفير الانواع المختلفة من البروتين الحيواني سواء اذا كان اسماك، دواجن، لحوم، وما الى ذلك. هنعمل ايه خصوصا انه زي ما حضرتك قلت كده الأزمة بتاعت الحرب أبرزت أنه العالم يعاني من أزمة غذاء، بسبب الحرب تكشفت هذه الأزمة. الطروحات اللي موجودة إيه والتصورات، وأنا زي ما حضرتك أشرت الحظ الجيد أنه رئيس اللجنة في البرلمان ورئيس ومقرر اللجنة في الحوار الوطني، فإحنا كده إيه عندنا كل ما هو متعلق بهذه المسألة.